السلام عليكم وصيام مقبول إن شاء الله. اليوم بدي أسولف لكم عن قصة اجتني أكثر من مصدر على الواتساب وعلى الفيسبوك، بصراحة ما قدرتش أتحقق من صحتها بس فيها عبرة كثير لطيفة ولازم نحكيها. بقولوا في رحالة فرنسي اسمه فولني، كان هذا يتنقل بين بيروت وبين دمشق. الرحالة كتب عن أسعد باشا العظم اللي كان والي دمشق بهذيك الفترة، كتب بأنه كانت ولايته لأسعد باشا بتعاني من نقص بإيرادات الخزينة، يعني زي ما تقول عندنا هسه عاجز بالموازنة. المهم أسعد باشا كونه الوالي جاب حوالاه المستشارين، قعدهم قالهم يا جماعة في عندنا نقص بإيرادات، يعني والناس ما بتدفعش أو في عندهم عجز أو الوضع الاقتصادي تعبان، شو عندكم حل حتى نزيد إيرادات الخزينة؟ طبعا مين سأل؟ سأل المستشارين اللي زي جماعتنا هسع. أول ما بيفكروا في المستشارين شو؟ حط ضريبة. قالوا له والله يا أسعد باشا إحنا بنعتقد بأنه أفضل إشي حتى نغطي هذا العجز أو نزيد إيرادات الخزينة إن نحط ضريبة على إخواننا من أهل الكتاب وعلى جماعة مصانع النسيج. سهلة هاي، بس تقول بدي أحط ضريبة كلها بتوافق، ما حدا بيقول لك لا. قالهم وغير هالطريقة في عندكم طريقة؟ قال لا والله ما عندنا طريقة. أنت تعرفوا العباقرة المستشارين بكل الأزمان ما عندهم مش غير فكرة واحدة، إنه جيب هالمواطن وشلحه مصريات. قالوا طيب الجماعة هذول أنا بعرفهم يعني على قد حالهم، يا دوب يغطوا. قالوا إن شاء الله ببيعوا ذهب نسوانهم، إن شاء الله ببيعوا شباحات أولادهم، شلحوهم للمواطنين ومنحط بهالخزينة ومنزيد إيراداتها. قالوا معلش خليني أفكرني. والله فكر أسعد باشا العظم وقال خليني أنادي مين؟ المفتي تبع الولاية، بس بدي أشوفه بينه وبينه. ودى وراه وجابه للزلمة، قاعد الزلمة بينه وبينهم بالسر. قالوا يا سعادة المفتي أنا بسمع إنك بدارك بتطرقع من الذي منه، فأني بجوز أقول لجامعة اسطنبول الإدارة الرئيسية الدولة هناك. قال له بعرضك بحياة أبوك مشان الله لا تقول لهم. قال لا ما هو شوف هذه أمانة، يعني لازم أقول لهم بأنك أنت مفتي وبتشرب سيفن أب ما بزبط. قالوا يا حبيبي يا أخوي يعني أنا شو ممكن سوي يا حضرة الوالي؟ كيف ممكن أنا أغطي على هالغلطة اللي غلطتها؟ كيف أنا ممكن يعني أكفر عن أخطائي؟ قال له في عندك حل، تدفع للخزينة. قالوا بدفع. قديش أدفع؟ 1000. قالوا شو 1000 يا زلم؟ تدفع 1000. قالوا 2000. قالوا يا زلم أنت مفتي تدفع 2000؟ أكثر. 3. ظلوا في توصلهم ل6000 ليرة ذهب. خلص الوالي من المفتي، اتفرغ لمين؟ للقاضي. ما هو عارف مطباتهم واحد واحد، عارف الملفات، عارف كل واحد شو سوى وشو عمل وقديش عنده سرقات وقديش عنده لفات ودورات، بالضبط زي جماعتنا بنعرف كل واحد شو ماخذ ومنين ماخذ. نادى هالقاضي لعنده قال له يا قاضي كيف حالك؟ قال له والله تمام. قال له سمعت بانك بتعطل مصالح الناس بالقضايا وبتاخذ دبيشته براني. اني قال له انت وملفاتك عندي والاثباتات موجوده والشكاوى موجودة، انت بتأخذ رشاوي. يا والي يا سعادة الوالي اني قاضي الولاية. قال له شو قاضي الولاية زم؟ انت والله ملفك القد موجود وعارفين كل فسادك بس مش راضين نحكي، فاني والله بفكر اني اروح اخبر جماعة اسطنبول الدولة الرئيسية انك انت زلمة عندك فساد. قال له بعرضك مشان الله بحياة ميتينك بحياة طيبينك انك تفلتني. قال له شو افلتك يا حبيبي؟ الخزينة وضعها تعبان. قال له طيب اني بساعد بالخزينة، شلون اساعد بالخزينة؟ قال له بدك تدفع. قال له بدفع. 1000 مليح؟ قال له شو 1000؟ قال له 1000 ليرة ذهب. قال له شو 1000 ليرة ذهب يا زلمة؟ قال له 2000. 3. قال له نو. قال له 4. 5. توصلها ل6000 ليرة ذهب. خلص من القاضي حطن على جنب، راح على مين؟ على كبير التجار. قال له يا كبير التجار انا سمعت انك والله عندك كمان غش بالمواد وقاعد بتوكل من وراء الناس وبترفع بالاسعار. اني قال له ملفك هالقد وبعرف كل مطباتك وبالاثبات وحياتك بفكر قاعد اوديهن على اسطنبول اشوف يعمل اجراته معك. لا يا رجل لا يا حبيبنا لا يا سعاده الوالي. قال له ما في عندي سعاده الوالي، في قروش تدفع للخزينة؟ قالوا بدفع للخزينة. قديش؟ 1000 2000. ظلوا يجر فيه توصلهم 6000. وهيش راح على تبع المحاسبة هذا المحاسب وظلوا يجمع ويجرجر بهالمصاري تا لم كياس كياس هالقد، لأنه عارف الجماعة الفاسدين اللي عنده وكل واحد إله ممسك وإله قضية وإله ملف، فلذلك مش قادرين يتخنفسوا. المهم رجع على مستشارينه قالوا يا جماعة أنتوا سمعتوا إنه أسعد باشا فرض ضريبة جديدة على هالمواطنين؟ قال لا والله ما سمعنا. قالوا طب قديش انتوا كنتوا تتخيلوا راح نجيب لو فرضنا ضريبة على اخواننا من اهل الكتاب وعلى تبعين مصانع النسيج؟ قالوا له يعني 50-60 كيس ذهب.
قالهم واللي يجيب 200 كيس ذهب. ايه كيف جبت 200 كيس ذهب؟ قالهم طبعا من الجماعة اللي بنعرفهم وهذول الفاسدين واحنا عارفينهم فاسدين وكل واحد له ملف، جبنا مصارينا من عندهم. قالوا والله هاي فكرة عظيمة. طبعا بهزوا رؤوسهم لانه كيف ما يحكي الوالي بكيفه، المنافقين موجودين، والله انك فنان كيف جبتهن؟ قالوا طبعا جبتهن من هذا ومن هذا ومن هذا، كل واحد عنده ملف. قلنا له تعال يا بنفتح ملفك يا بتدفع. فقال لهم الحكمة الأخيرة، جز صوف الكباش أولى من سلخ جلود الحملان. عرفتوا؟ يعني إحنا الآن سلخ جلودنا، منقول الكباش ليش ما تجز صوفهم؟ آه شايف العاد.